انا ما نحب نشكرك برشا على على تلبية الدعوة. عندي ايدي معايا محمد ومريم وآسيا ونسرين، يحبوا أهلا. يتعلموا منك في العالم الافتراضي هذايا، واللي الابليكيشن اللي تخدم عليهم. ويعطيك الصحة الأستاذ إياد، وبارك الله فيك. احنا في فلسطين اشتغلنا على منصات كثيرة، يعني فيما يخص مجال اهتمامكم اللي هو الواقع المعزز او الافتراضي. في بالنسبة للواقع المعزز، اقدم منصة كانت اللي هي الارسمة، اي يعني من عام 2014 تقريبا، متوقع ممكن اشتغلتوا عليها مس فاطمة. أرسمة أو في حالياً HB Reveal، اسمها حالياً HB Reveal. وظهر بعدها تطبيقات اللي هي من السنة أكثر إشي، اللي هي الميرج كيوب طبعاً، وفي المنصة اسم التوش بيسس إديو، أو بالعربي المنصة الألمانية اللي هي شغلها بيكون على المكعب المدمج، هذا المكعب المدمج الأصلي. هسا المكعب، أنا قبل فترة فزت بلقب سفير الميرج كيوب، وحصلت على 8 مكعبات أصلية مثل هيك، زائد نظارتين AR VR مكتوب عليهم AR VR. إنما اللي موجودة بالأسواق هاي هي النسخة القديمة، هاي VR، هاي بتعزلنا عن الواقع. قبل أشتغل على مخصصات مثل هيك، نصنع المكعب عن طريق صناعة المخطط الخاص فيه، أي مثل ما أنتم شايفين، بإمكاننا نطبعه بألوان مختلفة بكل سهولة. في تطبيق إحنا كنا نشتغل عليه، في بس بتعمل أنا مشاركة للشاشة عندي. أستاذ إياد، أنا لسه بشتغل على الأوراق، يعني ما زلت أشتغل على الأوراق، لم أتحصل بعد على المكعب الحقيقي. إن شاء الله إنه قريباً بصلكم، أنتوا بتستحقوا كل التقدير. في بدي أتحدث أنا عن تطبيق كثير مهم في المكعب المدمج اللي هو سبلولر، أتوقع اشتغلتوا عليه. أنا عندي تطبيقات كثيرة، هاي اكسبلولر طبعاً، هاي النسخة اللي معي، هاي نسخة السفير، فصلاحيتها كاملة. هسا أنتوا إذا نزلتوه بيكون في بعض في يعني إشي محدد مش كامل، عبين بس ما يحمل التطبيق. احنا بنتابعك استاذ اياد، يعطيك الصحة. الله يعافيك. هذا اشتغلتوا عليه؟ اوكي. بس النت مش مساعد. أنا أيضا النت ضعيف عندي، الله غالب. هسا أنا يعني مرات بضطر أعمل إقفال للتطبيق، بس هذا عندكم فكرة عنه مش هيك؟ محمد نحي الكام متاعك يا محمد، باش تقوى البرتاج، باش يقوى البرتاج نحي الكاميرا. ويت احنا بإمكاننا واصل أخي.
أخت فاطمة، إحنا بإمكاننا نعوض عن هذا الكلام بتسجيلات لاحقا، بس كفكرة عندكم عن شغل عن هذا التطبيق. هذا بيحتوي على مكتبة ضخمة من الكائنات الثلاثية الأبعاد اللي بإمكاننا أنه إحنا نعرضها على المكعب المدمج. طبعا هذا إذا كان مع الواحد صلاحية كاملة. أما موضوع آخر اللي هو الكوس بيسس إديو، كمان من خلاله إحنا بنصنع شو بدنا. أنا بالنسبة للكوس بيسس بشتغل عليه مع تلاميذي، يعني سفا، لكن إذا أنت كل الأسمبلر اللي هو آخر سرعة. أي الأسمبلر، ايوه احنا بنحب نتعلم الاسمبلر. اسمبلر دقيقة بس، نزلتوا التطبيق عندكم؟ ما نزلت التطبيق ولا ولسه ما دخلت على المنصة. من فضلك تبعث لي رابط المنصة. اوكي، هاي بدي احكي انا عن البداية. هاي المتجر بلاي، بكتب اسمبلر هيها. السيمبلر ميك 3D، هاي الايكون الخاصة بالتطبيق، وانا معطيني تحديث والتطبيق نازل عندي. هاي في شغل عنه هيك، عروض لناس يعني من عدة دول، راح اتحدث انا عنها او هذا بنعرض هذا الفيديو. طبعاً في كتيبات الآن متاحة مجاناً، في كتيبات متاحة مجاناً هسه أوفرها لكم. التحديث مش راح يأكل وقت كثير، التحديث بنستعرض إشي ثاني. في تحديث جديد من فترة، نزلوا عدد كبير من الكائنات أو بنسميها من المكتبات. يعني في شفت أنا خاص بالأثاث، الأثاث المكتبي، منزلين 130 قطعة خاصة بالأثاث، إشي قديم إشي حديث. هاي مثلاً الشفرة خط زي فكرة المكعب بس مستوي، بيظهر ضفدع بهذا الشكل. في هذا الكتيب اللي هو عالم البحار، هذا الكتاب حاليا حتى لو يعني مش متوفر على الموقع، أنا موجود الرابط تبعه عندي على الدرايف، أبعث لكم إياه. مجرد ما تطبعوه على الكرت على الورق وتشغل التطبيق بتظهر عندك الكائنات البحرية. هم من جائحة كورونا طرحوا 9 كتب مجانا لفترة معينة. في مجال العلوم، في المحرك، أحد طلابي استطاع يشتغل على فكرة المعلم الصغير، فحضر درس خاص باللغة العربية كان بعنوان الفعل المضارع، عمل تسجيل فيديو، بعدها مثل هيك يعني دور المعلم وعمل الإحداثيات بواسطة هذا البرنامج، وصرت أنا من غرفتي أعرض شغله. ما شاء الله، يعطيكم الصحة. بس
بعد فترة وقفوا قصة الفيديو لأنها ثقيلة على السيرفر فوقفوها، بطلت تشتغل، يعني صارت تظهر كصورة ثابتة. طيب الثواني إن شاء الله بيكون كامل. شوف راح بتعلمنا كيف نشتغل عليه، ها أستاذ إيه؟ إن شاء الله. أوكي. عايشك. هاي في مكتبة، هاي إديوكيشن، هذه صورة عنها. هاي كل الكائنات ثلاثية الأبعاد الموجودة بالمكتبة. هون وأنا هي جاي على الإضاءة. في هنا رمز الفيلة، هذا بيعطينا الحيوانات. في كمان الأشجار. نفس كيف الكوس بيس استديو فيها مكتبة بتخص جميع مجالات الحياة، نفس الفكرة. يعني هنا بالأعلى شو معطينا؟ معطينا إنه في 1000 with 1000 free 3D objects to choose from، إنه في أكثر من 1000 عنصر. حلو حلو كثير. هاي الآن بفتح التطبيق. طبعا التطبيق بده جهاز مواصفات عالية وكمان بحتاج لنت قوي. هاي مثلا إذا أتحدث أنا عن شغلي هون الخاصة بالكتب بدي أشوفها إذا متاحة حاليا. هاي لحد الآن مجانا. هذا بنزل بي دي اف تحتفظوا فيه. طبعا هاي الكتب قيمة جدا. عالم البحار. انا احتياطا نزلتهم كلهم ورفعتهم على درايف. هنا في عن كوفيد عاملين كتيب. عددهم 9 عن الكواكب، هذا جميل جدا. الآن أنا على بروفايل لازم أنا أعمل تسجيل. مثلا الإيميل. بيعطيك أنت إنشاء قسم مثل الكوسبيسز؟ لا ما بيعطيني، بس يعني أنا بسجل وبتكون في إلي حساب. بس في خاصية اللي هي لما أنا بعمر رابط المشروع الخاص فيه، مثلا أو الطالب اللي بيشتغل معي ببعث لي إياه، أنا بإمكاني أعمل له متابعة زي جميل. هاي طلع دخلت انا حاليا على حسابي. يعطاني هذا بتستطيع اخي استاذ اياد، سامحني على التقطيع، تستطيع ان تخدم على الحاسوب معناتها هو شيء. قصدك هذه ابلكيشن او منصه؟ يعني هاي منصه صحيح، منصة. على الحاسوب انا ما اشتغلت على الحاسوب. أكثر إشي الجانب القوي فيها اللي هو شغل على الجوال، بس في استوديو خاص بالحاسوب بنزل على ويندوز 7. فهمتك. أوكي.
هنا مثلا بدي اعرض انا هاي بابليك، هاي احد المشروعات اللي انا اشتغلتها. كنت يعني شو حاطط؟ حاطط مثلا فيديو بتحدث عن الفيروس كورونا، وهاي هون في صور كذا، في هيكل عظمي، في المجسمات. هسه اذا انا بدي اشتغل شيء جديد، في رمز عندي الزائد باللون الازرق، ايوه اسفل الشاشه على اليمين، هذا بنضغط احنا عليه. هسه بعدها بجيب لي خيارين، سيل اديتور عندي كلاسيك اديتور. هسه انا بختار اللي على اليسار سمبل. طبعا هاي الخطوه مرات على بسبب بطء النت بعلق الجهاز. هسه بحال علق انا في عندي تسجيل فيديو للخطوات القادمه، بعث لكم اياه. بتمنى انه ما يصير اي خلل ان شاء الله. هاي بتظهر المنصه باللون الرمادي، هون ست نيم بروجكت بكتب اسمه. هلا عند هون هاي طب طلي جاوب، ما بعرف يعني يمكن بده وقت، بالذات هاي مشكله لما احنا بنشتغل على التيمز او برنامج ثاني، فبيعلق عند هاي الخطوه. هسه انا لما بضغط على سيف بيظهر عندي في الاسفل اربع ايقونات، واحد منهم النوت، في كمان ايقونه اسم ايميج اذا بدي انزل انا صور من الاستوديو الخاص فيي من البرزنتيشن جوالي، في كمان رمز اخر اللي هو فيديو. لما بضغط على الفيديو بيجي لي خيار اللي هو الخاص باليوتيوب، بجيب اللينك اطبعه. سبعة هذا بجيب لي خيار بليس، وين انت بدك تعمل له اسقاط. بضل قصة التحكم بالمواقع، هاي يعني مش صعبة عليكم ان شاء الله. اقصى اليسار اللي هي 3D، 3D قبل شوي انا عرضت هني المكتبات، شيء بيكون خاص بعالم الحيوان، شيء بيكون خاص بموضوع مثلا خاص بالغابات. هاي علق عند للأسف عند هاي النقطة. هسه بدي أحكي عن شغلة ثانية، أقصى اليمين في الأعلى في عندي إبليل لون الأسود، جنبها في لون أزرق، هذا باللون الأزرق بيعطيني خيارات الببلش إنه أنشر، بيعطيني الرابط المشاركي. بس هذا رابط المشاركة لما بتبعثوا لي اياه على الماسنجر مثلا او بتبعثوا لبعضكم البعض، يبين شغلكم. جيب لك بعضها خيارين، بدك انك تعرضه 3D يعني افتراضي، وام بدك تعرضه AR. بس AR بفتح كاميرا. هسا عند هاي الخطوة الجهاز ما ساعدنا، فشوف أنا التسجيل سجلته من فترة قريبة. أيوة كنت يعني أعطيت في مجموعة من تونس، نفس القصة صارت معنا مجموعة من تونس وليبيا. هاي الفيديو طبعا بشكل موجز. انا هسه بضغط على الزائد. ظاهر الفيديو عندكم؟ اي ظهر.
عن هون انا الافضل اعطيه اسم بهاي الخطوه، هاي منصه العمل، هاي في عنا 5 ايقونات تحت، اذا بدي احط ملاحظه جرب، هاي في الوان بقدر الوان مختلفه، هاي كان يعني الهدف منها التجربه. لما بنضغط على الزائد ترد تظهر ال5 ايقونات. هسه في عندنا الفيديو، في عندنا الايميج، وفي عندنا التكست. هسه الخطوه التاليه اللي هي 3 دي اوبجكت، في عندنا 8 مكتبات. كان في اللي كانت بتطلب تشتغل، هسه بعد تحميل العنصر احكي لي وين انت بدك تعمل له اسقاط. Can anywhere to place your objects. طبعا في عندنا توقف عند هاي النقطة في الأعلى. الأعلى شو كان في شغلة كانت اللي هي بليه، جنب بلي لما بضغط انا على بلي، هاي كواني عن بالاعلى، مش عندي بلي. اي هسه لما بضغط على بلي وانا شغال على التطبيق يعطيني خيار الاي ار، وهذا الاي ار هو اللي بيفتح كاميرا، ساعتها انا بسقط الديناصور داخل الغرفه، داخل على اي مكان واي سطح انا بدي اياه. كيف تفتح الكاميرا وتعمل بلاي بيظهر لك ديناصور معناتها في اي مكان في الغرفة؟ بأي على اي سطح. هذا بيسموه الواقع المعزز. صحيح، هو الواقع المعزز، والواقع المعزز يعتبر يعني من الوظائف المستقبلية. هذاك علاش انا نحب نخدم عليه في المستقبل استاذ اياد. انا لسه بشتغل على الكو سبيسز مع تلاميذي، احب اطور نفسي واشتغل على الاسامبلر وتلاميذي كذلك ان شاء الله. ان شاء الله تعالى، وانا يعني جاهز لدعمهم وان شاء الله مشاريعهم لما تجهز لهم شهادات مميزه ان شاء الله. هم يتفرجوا عليك الان ويتبعوا فيك وإن شاء الله يفهموا وبيشتغلوا حاجات حلوة بإذن الله. هم بس يترجموا خيالهم في المنصة، مكتبة ضخمة كمان من اليوتيوب أو حتى من المعرض اللي عندكم بإمكانهم يتفننوا قد ما بدهم. شكرا.
أنا لاحظت إنه العربي ما بدعمه. أكتب بالعربي غير مدعو حتى الآن. أتمنى لكم كل التوفيق. يعيشك، بارك الله فيك. الشغل كله على السمارت فون، على الجوال. على الجوال ما في، يعني ما فيك بتشتغل على الحاسوب الاستاذ اياد؟ لا تنزل بالنسبه للحاسوب، انا عندي ويندوز 10. النسخه اللي شفتها هي خاصة، دقيقة بس بدي أشوف الكاميرا. النسخة الموجودة بس لويندوز 7. ويندوز، ويندوز 10 ما فماش نسخة بتشتغل عليها؟ للأسف. مدام يهديك ربي. يا مدام. نعم. فما ابليكاسيون تصب على البي سي، تولي تنجم تصب الابليكاسيونات من البلاي ستور الكل، اسمها بلو ستاك. باهي يا محمد، انا جاهله في الحوايج هذه يا محمد، لازمك تعلمني. لا مو بفري فاير واحد يصبوها على البي سي، من وين تعلم؟ تلميذي بيقول انه هناك ابلكيشن بتتصب على الحاسوب، انك بتستطيع بعدين بتصب اي شيء من الهاتف على الحاسوب، فانا بتعلم من تلاميذي. ما شاء الله. السيميوليتر هي برامج المحاكاه، بصير كانه شغال من الجوال. ما شاء الله عنه. هذا تلميذ محمد، هذا الاول في صف الاعلاميه يعني عندي. يعني انا بتوقع بالكثير. ما شاء الله عليهم، مريم ونسرين ومريم والحضور. بتوقع انا يومين بالكثير يشتغلوا مشاريع كثير فخمه ان شاء الله. يعني انا على كورس الاستوديو فتره من الفترات، بنتي بالصف عمرها 8 سنوات، اعطيتها جوال والدتها، كلها يلا اشتغلت انا شوي امامها، بعدها يلا روحي العبي. بعد ساعتين عملت 4 مشاريع. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظها لك. الله يحفظكم جميعا. مشكور استاذ اياد، مشكور جدا. حين تغلبوا بهذا البرنامج راح يقدموا اضافه نوعيه للعالم ان شاء الله. ان شاء الله بنحب نواكب المتطورات بتاع العالم الان. الفي ار والاي ار هما معناتها واخذين صدى كبير في التعليم في العالم كامل، فبحب اواكب الشيء هذا. في الواقع المعزز تحديدا يعتبر من الوظائف المستقبليه. في كمان شغله اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد، هاي انا برضو من مجالات اهتماماتي، بس شغال انا عليها افتراضي في برنامج اسمه 3D Builder مايكروسوفت، بإمكاننا نكون المجسمات الخاصة فينا، ولما تتوفر الطابعة بإمكاننا نطبع. أي اشتغلت عليه الأستاذ إياد مع الماينكرافت، بيصنعوا آثار أو معالم أثرية للطلاب بالماينكرافت، وبعد أنا ببدل في بستخرج ال 3D فوتو وننزله على 3D بيلدر، ثم أخرجه على الطابعة. يعني خرجنا معالم أثرية جميلة جدا، لكن الشغل كان بالماينكرافت. الطابعة موجودة عندكم في تونس؟ موجودة. اي موجود. هي من سنة أو زيادة شوي صارت متاحة بالأسواق.
اي انا السنه اللي فاتت اشتغلت عليه مشروع مهم جدا، معناتها كله 3D هكذا، معناتها اما بالماينكرافت ليس بالكوسبيسز او الاسامبلر. الكوسبيسز اشتغلت عليها على المرج كيوب. هي كمان حتى المرج كيوب كانتكم تطبعوه على الطابعه. اي ان شاء الله ان شاء الله في برشا مشاريع حلوه يعني، واحنا ان شاء الله بنشتغل كل مره حاجه يعني، كل مره شيء ان شاء الله. ال 3D بدي احكي عن الماينكرافت، انا وابني محمد شغالين عليها في فلسطين، بس ما في فريق خاص فيها، بتمنىها بالمستقبل نتعاون ونتعلم منكم. انا ابني محمد بلش بنى واجهة من واجهات قبة الصخرة، وبعدها شعر بالتعب. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظه. هي الشغلة كمان اللي هي الواقع المعزز، إذا تم دمجه مع الذكاء الاصطناعي هذا راح يكون إضافة نوعية. وشفت أنا تطوير لمايكروسوفت أحدث عروضهم، كان في مقدمة للحلقة وقتها هي بحياتها ما حكت ياباني، فشغلت الجهاز عمل نسخة عن المقدمة ثلاثية الأبعاد، صارت تحكي باللغة اليابانية الأم. ما شاء الله، واقع معزز وذكاء اصطناعي. ما بعرف وصلوا العالم، وصل في ما شاء الله يعني، واحنا بنبحث يعني. ممكن انا هسه شو بعد افترضت يعني، انا ممكن كاستاذ مثلا موجود هون يعني بهيك تطبيقات، ما هي راح تتطور بالمستقبل، اصير موجود باكثر من مكان واحكي باكثر من لغه. اي 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 صحيح، الحمد لله. يعني احنا دائما نسعى للتجديد، والوطن العربي مليء بالمبدعين امثالكم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك الاستاذ اياد، مثال للمثابره والعمل، وشرفت فلسطين، واحنا فخورين بك يعني، حتى من تونس فخورين بك والله. احنا في تونس بنحب فلسطين، وفلسطين وتونس واحد يعني، بتعرفوا انه فلسطين في قلوب كل تونسي، وطن واحد. اي وطن واحد. وعنا يا كثير فلسطينيين في عايشين في تونس، وهما اخواننا يعني، والحمد لله كلنا اخوان. الحمد لله، ان شاء الله بالمستقبل منزور تونس ان شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك ان شاء الله، مرحبا بك، اجا بحذينا ونضيفك احلى ضيافه يعني. الله يبارك فيك يا رب. يعيشك يعيشك. بما يخص الويبينار أخي إياد، بتعطيني كلمتك يعني فيها؟ ستكون بإذن الله يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى. ويبينار يعني ستكون بالتعليم، ستكون ضيف عنا، ستعرض عرض صغير مدة 6-7 دقائق على تجربتك التعليم عن بعد، كيف تتعامل مع تلاميذك في الفترة هذه في الحجر الصحي. إن شاء الله إن شاء الله. يعيشك أستاذ أفضل. يعيشك، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أي مع السلامة. سلامات مريم. هاي سلام.